أنواع الأعداء، كين عدو مباشر نعرفه، وكين أعداء مسطورة. كين بعض الأعداء مسطورة، يقدر يكون صديق لكن بعد مدة عرفت بلي هذا الإنسان كان مريض وكان يحسد فيا وكان قريب ليا، لكن كانت في نفس الحاجة من جهته، فهذا العدو غير مباشر. قد يكون أيضا قريب وقد يكون بعيد، قد يكون واحد قريب ليك وقد يكون بعيد عليك، قد يكون انسان انت ما درت له والو لكن هو قلبه مريض، انت ما درت له حتى حاجه لكن تلقاه يقول لك انا ما نحبوش نتمنى له الشر وانت ما درت له حتى حاجه، فيقدر يكون بسبب مباشر ويقدر يكون بسبب غير مباشر. اترون هذا الانواع تاع الاعداء وهذا المراتب تاع الاعداء كلها اجتمعت في عدو واحد وهو الشيطان. الشيطان هو هذا العدو أو ذلك العدو الذي يسعى لنا المهمة تاعو. إذا احنا الآن المهمة تاعنا الآن في الدنيا هي تحقيق العبادة، لكن وحنا نحققوا العبادة واش غادي نديروا؟ ناكلوا ونشربوا ونديروا دراهم ونجري ونحوسوا ونمشي ونطلعوا. هو المهمة ديالو الشيطان، المهمة ديالو أنه يدخلك معاه جهنم، عنده هذه المهمة تاعو. حتى الأحاديث قال حتى ما تركته حتى سارق، ما تركته حتى قتل، ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجي. عنده مهمة، عنده هدف، عنده خطة أو حب يحفرها يمشي يمشي غير يحفرها يرمي. فتاريخ هذه العداوة، متى بدأت عداوة الشيطان مع الإنسان؟ تتصوروا بلي عداوة الشيطان مع الإنسان بدأت قبل ما الإنسان ينفخ فيه الروح، قبل ما آدم ينفخ فيه الروح، قبل ما آدم ولا يعني ولا بشر، إبليس كان يكن العداوة لآدم. فلما كان إبليس جثة هامدة، إبليس كان خلق من طين، فكان جثة هامدة لم ينفخ فيه الروح، فكان يجي إبليس الشيطان يجي فيضربه حتى يسمع صلصال كما قال الله عز وجل من صلصال كالفخار، كيدير الطير ما تسمع فارغ. فكان يدخل من فيه ويخرج من دبوره ويقول انا ان صلبت لما خلقت، ان صلبت علي لعصيتك وان صلبت عليك لاهلكتك. يعني هذا الامر اللي كان في ابليس، هذا هو المسار تاع هذه العداوة أو تاريخ هذه العداوة. خصائص هذه العداوة، شوفوا الخصائص تاع العداوة تاع الشيطان مع الإنسان. أول صورة نتلمسها من هذه العداوة أنه ما فيهاش رحمة. لماذا؟ لأنه شوف وش يدير لك أي واحد مثلا بيبي صغير يغيظك، يكون وش يكون يغيظك البيبي، قال هذا قلت ما تخلوش. تصوروا لي الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويختسه الشيطان فيستحل باكيا إلا مريم وابنها. يعني كل مولود نتايا وزكريا وبكر كل الناس اللي رانا قاعدين هنا غير يودي قرص الشيطان يدلك هذا، وكأنه يعلن العداوة ديالك، يقول لك شوف أنا أنت زيرو كونتر مازال ما مشيتش، تسمع هذا ما خرجش من لا ميزون، تسمى راك نقول لك واردك هذا وين خرج، أنت غير خرجت يقول لك بلي أنت العدو ديالي، يقدر يكون هذا ملحد اللي خرج، بصح يقول لك بلي ماشي مهم تخرج، أنا أصبح بعداوتي معك. متى تنتهي العداوة؟ تاريخ انتهاء الصلاحية، كي تخرج الروح أحسنت، كي تخرج الروح. ولذلك لما جاء كما يذكرون في بعض الروايات للإمام أحمد وكان في سكرات الموت يقول له الآن فقال الإمام أحمد ليس بعد، خلاص قالوا شو ما كفريتها، قالوا ليس بعد، حبي يدخلوا الغرور، قالوا ليس بعد، الراحة تكون في أول خطوة نضعها في الجنة. خصائص هذه العدم في العداوات الحياة اليومية، نقول احنا العداوات تاع الأقرباء والقطات، خوات في الفاميليا، في العراس والحناوات، وهذو هما العداوات. وبعد كاين واحد العداوة تاع الخدمة، تلقى ناس عندك أعداء داخل العمل، فتلقى هذو الناس دا
داخل العمل يحب يريبك يهبطك يديك راضي كنت تكون راح تطلع يقول لهم لا لا كذا منا منا، لكن يقعد المجال ديالو في في العمل. والناس اللي في الرياضه عندهم مشاكل في الرياضه، والناس اللي في جميع المجالات لكن في مجال واحد، لكن الشيطان في جميع المجالات تاع الحياه تاعنا يدخل ما يخليكش يعني. يجي المكله الاكل، اذا لم تذكر الله عز وجل اكل معك الشيطان، ولم تكن البركه في اكلك في شربك في دخولك للبيت. الانسان كيجي داخل البيت اذا ما قالش السلام عليكم ورحمه الله الشيطان يدخل معه. في مبيتك الشيطان يقول هل ذكر الله لم ادخل، هل ذكر الله يقول لهم لا مبيت لكم اليوم، اليوم ما تباتوش ما كاش نبات. واذا كلاوا تحيتوا قالوا بسم الله يقول لا اكل لكم اليوم او لا عشاء لكم اليوم. تصوروا الان نقدر نقول احنا هل الشيطان في وقتنا هذا عنده ازمه تاع الرجوع، عنده ماشي كيجي او بيت يبات هنا وبعد في الدار الاخرى وبعد يخرج يقول قاعدين يشخروا كذا يروح يجي يعمل. لازم احنا نفهموا بلي كاين امور روحيه يجب ان نحققها، ماشي غير تغلق الباب للسارق. شكي تغلق الباب للسارق، كي تغلق الباب نقول بسم الله، وهذا في واقعنا. تغلق الباب نقول بسم الله، فالشيطان لا يدخل بابا ذكر اسم الله عليه، بل حتى في جماعك لزوجتك، حتى في هذه العلاقه الحميميه اللي ما كان حتى واحد يقدر يدخل فيها. هذه العلاقه الحميميه اذا لم تقل ذكر دعاء الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، شاركك الشيطان في هذه العلاقة الحميمية، بل في العلاقات الاجتماعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. أنا عندي واحد نفس يقول لك عابد أنا هوبل وعبد الآخر يقول خلاص فتولي، لكن ماذا؟ التحريش بينهم. التحريش الآن في قطع العلاقات، شكي يكونوا زوج متحابين إبليس أو الشيطان مهمة دياله هو في التفريق في العلاقات. وما أكبر علاقة وأكبر علاقة وهي العلاقة الزوجية، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إن إبليس يضع عرشه على الماء فيرسل سراياه في الأرض فأكثرهم فتنة أقربهم منه مجلسا. الناس يديروا مشاكل كبار ويديروا فتن كبار هما اللي يقربهم بزاف. فلما يجي في آخر اليوم الشيطان عنده مهمة وعنده برنامج يدير له المونتاج يعاود يدير الحسابات قال تابع واش درت اليوم، يقول له ما تعرف تقول حتى فعل كذا. نعم عنده هربينا خضراء اللي عنده هربينا خضراء شبيه خضراء شبيه خضراء عندنا خضراء شبيه خضراء لا مش سلام فقلنا يقول له ما تركته حتى سرق. تصور بلي الشيطان يقعد يوسوس لك يوسوس لك يوسوس لك حتى دير هذيك الحاجه وما غاديش تجبد الراجل. ما تركته حتى شرب الخمر، ما تركته حتى قتل، ما ترك ثم ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، حتى فرقت بينه وبين الماضي اربعه. يقول له انت في روايه بس التاج ويضمه ويقربه. الان بيوسوس لك، ولذلك الان نفتح القوس ونعود نغلقوه. الان كل واحد فينا يحاول يراقب مثلا علاقته مع الزوجة ديالو، إذا أنت الآن تعاني مشاكل، احكم هذه المشاكل وحطهم، نحي البورسنتاج تاع الشيطان، ابدا نحي البورسنتاج تاع الشيطان، نحي قال هاي ماشي معناتها مرتي ولا أنتايا تكون مليح، عندك الكاركتر تاعك، عندك الطبع ديالك، والزوجة ديالك عندها الطبع ديالها ماشي مشكل، خلاص، لكن نحيو تاع الشيطان هذيك اللي نفخانا الشيطان، نحيها تبقى روحك اللي تقدر تقدر باذن الله عز وجل تلقى بلي المشكل يعاود ينقص، لكن الشيطان عنده استراتيجيات وعنده تقنيات سنتكلم عنها. والان نقول قصه قبل ان نتكلم في التقنيات والاستراتيجيات التي يستعملها الشيطان في اضلالنا، نتكلم عن قصه
عن بداية القصة التي بدأت قصة العداوة بين الشيطان وأبينا آدم عليه السلام. أول شيء قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي واستكبرت أن كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك. شو الشيطان يحلف بصفات الله وأسمائه، وإحنا كنا نحفل براس بابا وراس إما وسيدي عبد الرحمن، لكن هو يعرف لازم يحلف على ذنب اللي يحلف بربي. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه هي القصة. الآن هذه السجدة، شوفوا إبليس كان من أقرب المقربين، وكان تقيا وخاشعا وعابدا لله تبارك وتعالى، لكن كان الداخل وش كان عنده؟ كانت عنده واحد الحاجة، شكون اللي خرجها؟ خرجها الأمر بالسجدة. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك في بعض الأحيان يقدر يجي موقف، هذا الموقف اللي احنا نسميوه موقف باش نقدروا نفهموه ونحسنوا واحد العطر، تجي سجدة في الحياة تاعك. سجدة في الحياة تاعك، ماشي سجدة كما راه متفاهمين، فهموني فقط، أنا شو التعبير أدبي فقط. تجي سجدة، هذا الموقف عبارة عن سجدة تظهر المحيط ديالك. كاين ناس يقدر يكون معك مليح مليح مليح، وبعد يجي موقف يبينوا بلي لا هو كان ماشي مليح. ولذلك في بعض الأحيان المواقف الضارقة لا تغيره وإنما تظهر ما فيك. كيجي الموقف الضارق بعض الأحيان ما يبدلكش، وإنما يخرج الحاجة اللي كانت الداخل. ولذلك الآن إبليس، وكان الله عز وجل هو الذي كان يعلم ما حقيقة إبليس، وكان الله عز وجل عاقبه، قال له أنت راك في جهنم وراك مقروط وراك منه، وش يصير؟ يولي عنده حجة، يقول كان علاش أنا كنت نعبد، كنت نتاقي، علاش دير؟ ولذلك حتى الملائكة ما كانوش يعرفوا حقيقة إبليس، لكن أتصوروا الصورة هذه الصورة، ديروا هذه الصورة في أحد الأحاديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأت. شتيت وانت زعما تمشي فوق سدة وديت وزوز هكذا، السماء كانت تدير هكذا، قالت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد. يعني تصوروا الحجم والعدد تاع الملائكة، العدد تاع الملائكة اللي كانوا كاينين، هذا العدد تاع الملائكة كلهم كانوا ساجدين، وإبليس واقف. امتنع عن السجود. الآن ما هي حجة إبليس؟ قال أنا خير منه. إحنا نوقفوا عند كلمة أنا. إبليس كانت حجته المتكبر، كان عنده التكبر، لكن هذا التكبر هنا بالآن، أنا خير منه. هذا الآن الإبليسي والملائكة كلهم أطاعوا الله عز وجل. أنت الآن نحاول نشوفوا أنت الآن ولا عندك الفيروس ولا عندك الجينات الإبليسية ولا لا. في بعض الأحيان الآن هذا هو اللي يمنعنا الآن. الكثير منا الآن راه مانع باش يتسامح ولا يتصالح وشنو؟ الآن أنا يا أنا وش داروا لي قاع أنا ندير هكذا. شفت الآن هذه هي اللي خلاتك أنت ما تسامحش. فقط أنه لما أنت قيمتك لنفسك أعطيتها، ومشي مع إنسان كراضي روحه، بصح لكن هذه القيمة اللي مديتها لروحك زايدة، هذه القيمة الزايدة هي اللي تخلي الإنسان في بعض الأحيان مام في حياته الشخصية يعيش ضغط، ما يقبلش النصيحة، يجي واحد ينصحه، تقبل أنت النصيحة، يجي واحد يقول لك واش راك دير هكا غلط، أنت تولي لي، أنا يا كنت في مجال ديني، كاين اللي يمشي بالأقدام، أنا كنت عندي وين كنت أنتم كنتم، كان يلعب كان دراري هذا في الجامعة ودوكا ولاير، فتلقى روحك الآن هذا هو اللي يخليك أنت ما راكش تمشي، ما تقبلش النصيحة، تقبل نصيحة لوليدك،
لذلك الاولاد في الغالب تلقاهم ما يقدرش يصحوا والديهم قليل زعما تلقى ولد يقول لبابا يقول ماشي هكايا ايه ولا يا دار حبيبي ودي تجبد له المعايير انت ما تبليكوش ولا لك انت ما تمش بليكوش لا لا كان بلي كان جوال ماشي بليكوش من هيك علاش نعاود نديم للماضي ونحاول نجبدوا هذيك الحاجه اللي فيهم باش هذيك الاله تاعنا تطلع هذه النصيحه فيها خير ماشي مشكل ماشي مشكل قال انا نتقبل هذا الامر نتقبل الصلح لانه نقبل المصالح نقدر أول تقنية يستعملها الشيطان في إضلال الإنسان وهي تسلية الأمور بغير مسمياتها تسلية الأمور بغير مسمياتها هذا قول الله عز وجل فوسوس له الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ربي ما قالوش قال اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين بعد هذه الشجرة نقول للأصل ديالها اسمها شجرة الظلم شجرة الظلم هي كلها يولي من الظالمين الشيطان وجدها قال لا اسمها شجرة الخلد شجرة الخلد شكون تجبدك شجرة تاكل تولي خالد فيها فسماها شجرة الخلد الآن شجرة الخلد هذه اللي يستعملها الشيطان في تسمية الأمور بغير مسمياتها لما نحكم شجرة الخلد ونعود نجيبها الآن في واقعنا ونبداو نشوفوا شجرة الخلد وين نقدروا نلقاوها؟ نلقاوها في تسمية الأمور بغير مسمياتها هذا الأمر اللي يخلي الإنسان هو يقدر يبدا يتساءل في الأمور مثلا زعما واحد مثال يقول احنا لا يبالي في المحرمات مثلا من جهه النساء تبقى يزهر ويقيل وش يقول لك؟ هو عايش صغره ولا غير زهوانيه قلبه بياض على بالي ولا غير زهوانيه هذه زهوانيه هي اللي تخلي لك الحياه ممكن تزهر زهوانيه شو العاده تلقاك حتى في شركه مثلا منضبط قادر انت قافز ودير بزاف شغال لكن عندك مبادئ شرعيه وتلقى روحك انت شايل روحك وعندك مبادئ تربيت عليهم وتخاف الله عز وجل تلقى هذاك اللي دخل له البارح ومن بعد تلقاه قرا لك طوموبيل ماركا ويدير ويغونفلي لي فاكتور ويدير ويطلع ويدير واش يتسمى؟ حنا نسميوه قافز نسميوه قافز ولا نسميوه كيما نقولوا الكلمه هذوك في الشارع تلقى انت هذاك اللي راهو عاقل ومنضبط ويقرا ويدير وربما ما تيستلفوش وتلقى واحد اخر راهو يبيع ولا يتناول المخدر يبيع في المخدرات ولا يقول لك راهو ينافيكي يسموها كلمه نافيكي وهذه نافيكي تسمع نافيكي فاهم نافيكي نافيكي حتى تاكل في الرشوة نافيكي راك تشرب نافيكي تبيع في المخدرات علاش راك تسميها نافيكي هنايا ونجعلها اسم وتولي شو شجرة الخلد تولي شو شابة شو مخبيها هنايا درنا لها منبارات ما نديرولهاش منبارات يجب ان نسمي الامور بغير بمسمياتها لما دوك الان قبيل الحكم لي واحد تاني على وليده وقال لي وهذه امه كل ما عندها قال لي وصحاب الرجله وانا وليدي والموس و قلت له تسيك سؤال المشكل قلت له حنا كي كنا صغار كان لي شحن الخط نعيطو له الكيلو والكيلو كانت معايا ماشي حاجه كاليتي ماشي حاجه شكون يعتز بها زعما كي تحب تعايرو زعما تعاير لوليدو تقول روح لي بابا كيلو ولا هو تعاير لي الكيلو كان هذا الكيلو يجري ورانا يطير علينا بالحجر رغم انه نعرف انسان كبير حبس الخمر على جنب وليده بنته صغيره جايبو سهر ولا قاتلهم يقولوا لي بابا كيلو حبس هو على جنب هذا الكلمه شفت كاش كان هذا الان البلاد تغيرت المفاهيم واش ولات هذاك اللي يتناول المخدرات ويضرب بالموس ويمشي بالكلب وكذا هذاك يعيطوا له الاهزار ونعيطوا له اصحاب الرجله وشكون يعيطوا له حنايا حنا نعيطوا له راهم جاو اصحاب الرجله راهم جاو اصحاب الرجله تسمعي شجرة الخلد ومن بعد ولينا هابس حق الرجلة وبعد نحكم ولد صغير انا في عمره 14 15 سنة يقول لك انا فهموني هذه الرجلة الى هذه الرجلة انا نحب نخرج هكذا وبعد تلقى المفاهيم قد تشوهت ولذلك نحتاج الامر الى ان نضع حتى في الدراسة دراسة الان تلقى هذا الولد لي يقرا مليح وش يسموه؟ وش يعطوه؟ خباش واحد غير كيما جاني قال لي من شدة شوف يقرا مليح في الفصل الاول ما اداش مليح قال لي علاش قال لي عيطوا لي خمشوني
تنفذ باش خبشون دربو هذا هذه وانا بحبش ندير ليه باش ما تاكدلهمش باللي انا خبشون باش مستدير لقى روحو باللي هو شغل قال لي شغل انا ما قريتش مليح وبعد الفكره قلت ما ولاش في قرارو نقولوا احنا الجلسه النفسيه واش راح تقول؟ ما راحش تقول انك لو قلت حفزوا على القرايه خاطر يعرف يقرا راح تحرروا من حكم الناس عليكم ما تخليش الناس يمشوا بالتليكومات شغل راك شباب راك تسنين راك تقيل راك هذه راك نتاع ومن بعد هما يطلعوا لك ماشي يدير لك شي يدير لك المراد ديالك زيد طلع له نقصلو كذا ولذلك هكذا ساعات المراه في البيت مسكينه المراد ديالها بني غير على بنينه تسنينه واحد ما هضر بنينه مين قول لا لا ماشي بنينه روح اخلاق والله لازم نطيب لكم تما لازم تقولها بنينه فالشاهد انه عند الإنسان أن يجب أن نضع المفاهيم على حسب معناها الحقيقي. ثانيا وهي الأماني أنه يمنيك ويزين لك الباطل وهذا من قوله عز وجل قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. شوفوا الشيطان الآن زعما يلقاها مغلوقة منا يجي منا من لقاها مغلوقة منا يجي من جهة وإلى اللي كفروا في وسوس إليه الشيطان قالوا يا هل أدلك على شجرة الخلد متى شجرة الخلد ما كلاش لا نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكا أو تكون من الخالدين ما كلاش وقاسمهما إني لكما لمن حلف لهم وقاسمهما حتى أن بعض العلماء قال لك أنا معلاش كلا لأنه ما كانش يتصور بلي واحد يقدر يقسم بربي وهو يكذب وقاسمهما إني لهما لمن الناصحين فاقسم بلهم فالآن جاء عاود جاء من جهة ابنه وزين له قال ما نهاكما ربكم عن تلكما إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين ولذلك شوف أي معصية أي معصية الإنسان تبدأ الشيطان يزينها لك أي واحد زعما سرق وكان كان يعرف نروحوا للسجن ندخلوا للسجن ونحموا ناس كانت سرقت ولا قتلت ولا داير امر حنا نديرو مثال بالسرقه نقولوا له انت كنت تتصور بلي يحكموك راه تبقى كنت على بالي هذه ما حكيهالوش الشيطان ما يحكيلكش راه بالك يكون حكي يقول لك بصح يقدروا يحكموك راه بوليس ويقدروا يديو يحكموك سبع سنين وكان يسمع كان هذا الكلام يحبس لا لا خرج شوف كنت سرقت ادي وانت الله غالب انت ربي يعلم ما واش عن بالك ومن بعد طلب الله ومن بعد تدين ومن بعد الانسان يتوب الله عز وجل ومن درس عاونهم بارك ما تعاونش بعد ما بقوا يمك للحج اجبد روحك سلم روحك وربي يعلم وان شاء الله كي تخدم مليح عاود رجعهم باش تعاود رجعهم هذوما وانت غير باش تدير لك حاجه ولذلك كانت نصيحه لبعض الاولياء يجي يقول لوليدي وخلف هذا الطريق ونقول له شوف نعطيك نصيحه روح للمحكمه روح لدار الشرع روح لدار الشرع نهار جوز نهار كامل مع وليدك تماك اقعد واجلس تماك في هذاك النهار خلص له تشيس خلص له كاسكروت خلص له حاجه مليحه قول له اليوم يدير متحمس وقعد معاه انت من الصباح من التسعه حتى الخمسه تاع العشيه وانتم قاعدين واش راح تلقى؟ تلقى النهايات الفاشله تلقى هذاك الزين تاع الشيطان كيفاش يدور تلقى الحكايه من الاولى قاعد ما يقولك حنا كنا قاعدين وبعد كذا لنا مفتاح وبعد كذا وحده وكذا وبعد كذا وبعد الذهب وبعد الدينة الذهب هذاك الذهب الدينة وراح يولي ملياردير حكموا على رابولي سبع سنين شفت هاولي سبع سنين 10 سنين 12 سنة 13 سنة هذه اللي يقولها لك الشيطان يقول لك غير لا تكتب الدين وتروح وتعاود تولي في جميع المجالات في جميع المجالات في جميع المعاصي احنا ما نقدرش تكون قاعدوا كل معصية ونذكروا القصة تاعها لكن كل واحد فينا الآن راح يعرف روحه ويعرف المجال الذي يوسوس له الشيطان. رابعا ثالثا ايضا طول الامل. الشيطان الان يطول لك في الامل ديالك ويطول لك في العمر ديالك ولذلك الناس كل واحد فينا الان نعم الشباب تاعنا اللي راه برا واللي راه مش يصلي وكان يعرف باللي مثلا زعما غدوه راح يموت الناس قاعد تتوب الشيء اللي يخلي الانسان يسوف والتسويف انه يسوف التوبه الى الله والرجوع الى الله ما هو طول الامل لكن شوف احنا على بالنا بلي احنا نموت بصح واحد موضع يقول بلي حيموت من بعد زعما العشيه راح تموت واليوم اخر يوم ولا صلي صلاه الموت ديال العصر زعما اخر عصر ديالنا
الشيطان دائما يقول لا لا هذا لا شغله احنا معليش لازم نعيشه، لكن هو دائما يبدل التسويف خاصه اذا حبيت انت تحسن علاقتك مع ربي. ولذلك الان شوف الكثير من الناس يبني خطوات صلاحه بامور راهي جايه. كاين ناس يقول شوف كاين دي لانتريت نولي به نده نجي للمسجد نولي نحافظ على الصلاه ونجي للمسجد، وبعد اخر يقول كي نتزوج شباب يقول كي نتزوج نسكب روحي باغي انسان يولي مولى الدراري وخلاص، لكن الدرك هو ما نعرفش بلي يقدر يموت وهو على معصيه. كاين ناس تكون معاه انت كانت ناس يكون نصح فيها نصح فيه مخدرات منا وبعد ما يسمعش وبعد يعيطوا لي يا مره كان جلسه تاع واحد هذاك النهار كي عيط لي يعني اللي نعرفوا عيط له قال يغدي توفى. يعني شوف كيف سبحان الله وهو في طريقه للمخدرات. ولذلك الانسان هذا طول الامل هو اللي يخلي الانسان دائما يعلق الشيطان يعلق لك حياتك بامور راهي جايه. كاين اللي يجعلها زواج، كاين يقول كاين يولي كاين مومي يولي خطوطه تاع مومي يولي كاين بزاف تاع مومي يولي نحبوا كارتشيفا استقرار تقاعد لانتريت تكون الراحه النفسيه ما ماكش لاحظ وتلقاه الانسان هكذا هذا الامر يدل الراحه النفسيه. هذه تاع كي نوميوني ما راهوش مستقر، وي نوميوني عادي هو خدام، بصح هذه نوميوني كي تدخل نوميوني ما تصدق. واش دخل؟ اي نوميوني لازم تدخل كوارتش، ثاني نقول كاتيني انت كونتراكتيا ما تعيش معانا. يدخل تصلي سهله، اي نوميوني بالك يدخل جامع نوميوني. لكن الانسان دائما يعلق حياته بالظروف، هذه الظروف تاع السياره وكل واحد الظروف تاعو. الظروف دراري صغار الشباب تاعنا صغار يقول شوف كي تشرو لي تيليفون نولي نقرا مليح، شرو لي تلو لي تيليفون نولي نصلي معاه نولي عاقل نهضر هو راهو يقربع في الدار ويدير في الحوايج او حاب تشري له هذيك الحاجه هو قادر يسكب روحه. ولذلك نحتاج ان نتخلص من هذا طول الامل انه الانسان يحس بلي يعيش ويدير ويدير، لكن حاول تشوف اللحظه ديالك حتى تتغير في حياتك. ولذلك من هذا الامر يقوم الشيطان بالتخويف من المستقبل كما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء شنو هي؟ البخل. ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر، هذا يعدكم الفقر يخليك واحد الشعور شنو هو؟ تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحملنكم استبطاء رزقي على ان تطلبوه بحرام، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ما معنى الشعور بالاستقطاع؟ تحس باللي الرزق ديالك طول وباللي الحاله راح تكمل، هذا اكبر سبب لك الحرام. ما يشبه ليك كل واحد فينا يبيت له انا يبيت لي على عام ولا مليار دار خرج عمي راح يموت وبعد يبعثوا لنا دراهم يقول لك خلاص ما عندوش دراري شحال شابين هذه الحكايات ما عندك لا عمل ما كان عندها هذا. قال عمك راح يموت وبعد يبعثوا لك انت الان خلاص جبدوا لك الغيب وقالوا لك انت حتولي لي يقدر راح تولي منفى وش يصرى لك اي حاجه تاع حرام ما ديرهاش. يجي واحد يقول احنا مش مليار دار انا ما ندخلش معك انا ما ناكل محمد صالح وقعد نمشي بلحظه على كل ما فرحان على بالي بتشحن. لما الانسان على بالوش ان راهي رايحه تتلف له يصرى له الاستيطاع شو يتقلق بعد الاخر الدولة يضرب. علاش؟ استيطاع وحسب لانه الشيطان يعدكم الفقر يجيب لك الفقر. انت مثلا في عمرك 30 سنه يدي يعيش 60 سنه يقول لك معليش عمرك 30 سنه بصحتك وكي تلقى 60 سنه شكون بك؟ شكون بك فاهم شكون بك؟ وكان يزيد تموت يماه وجد وبعد يموت وداركم تاتي موجين واحد معوج لاني ديسكا ديالك تسرق. علاش خلاص ما جاب لك هو 30 سنه حطها لك بين يديك؟ فالشيطان يعدكم الفقر. ولذلك الانسان عليه ان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويعلم ان الرزق ديالو راهو مكتوب وان الانسان حتى الانسان في اخذه للحرام انه راح ياخذ الرزق ديالو ما راحش يدي حاجه واحده اخرى. لذلك لما جاء ذاك الرجل يصلي صلاة الظهر والعصر فلقى واحد في الأمام باب المسجد أطال الناقة ديالو الجمل ديالو قال له هكا سهولي دخل يصلي. لما خرج لقاه سرقه راح يجري يدي حوس يحوس في السوق لقى الجمل ديالو لقاه عند واحد باعه قالوا هذا الجمل ديالي وقومي كل أخر وأنا أعرفه قالوا دوك شريته قالوا كم اشتريته قالوا اشتريته بدينارين قالوا سبحان الله
قال له صليت الظهر جيت خارج باش نعطيه دينارين. تقلق قدامه في الحرام ما عادش تدي 400 مليار، عاود يدالك الدينارين. هو كان صفا وكان كنحيد ليهم الحد. ولذلك ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بحرام، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ايضا الاستدراج، الاستدراج قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ربي ما قالش واش قال الخطوات، لان الشيطان عنده تخطيط يخطط كيفاش يلحقك لهذيك الحاجه. ولذلك الان في الشهوات، الشهوات واش كاين في التقسيم الى الشهوات؟ كاين الشهوات الحاجيه وكاين الانفجاريه. الحاجيه معناتها كما الاكل والشرب كما الاكل الحرام، هذه الشهوات كلها الله عز وجل جاء الامر فيها ولا تاكلوا ولا تشربوا، يعني ما تاكلوش حرام خلاص، هذا الامر مباشره. اما الانفجاريه واش معناتها الانفجاريه؟ معناتها هذه الشهوات غير تقرب لها تنفجر الحاله، تقول لي ما تقدرش تشد روحك كشهوته او كشهوه الجنس. ولذلك في شهوه النساء عندنا واش عندنا؟ خطوات الشيطان. امرنا الله عز وجل بماذا؟ بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، لا يخلون احد بامراه الا وثالثهما الشيطان. تحريم الخلوه، تحريم المصافحه، تحريم كذا. لماذا؟ لانه هذه الامور يؤدي لهذه الامور. ولذلك لما يجي واحد يناقشك في هذه الامور ما تقوليش انت معقد. انا مانيش معقد، ماشي المشكله في هذه اللقطه هذه اللي درتها، هذه اللقطه هذه تؤدي لهذه اللقطه، لهذا الامر. كان نقول لك بلي هذا السبب يؤدي الى هذه النتيجه، تقول لي لا لا، لازم نغلقوا السبب هذا. ولذلك ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولذلك الشيطان ما يجيكش مباشره، ما يقولكش اسمع لي هذاك الحرام، لا لا، يجيك بالعقل ويجيك حتى بالعبادات. شفت الناس دوك كاين ناس دوك كتاب ما شاء الله جديد، واش يجي؟ يبدا يطلع له في الحال، واش راك دير 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 دير، يبدا يطلع حتى وين يتعب، يتعب يولي له هذاك التدين، يولي له ضغط، هو يولي له ضغط، فما غادي يخلي كلش. ولذلك الان لا تتبعوا خطوات الشيطان. ايضا من تقنيات الشيطان، هنا ندخل شويه في المجال النفسي، يعني حكيت امور في المجال النفسي ودخلتهم مع الشيطان، وهي كل شيء او لا تكن، او ثقافه الابيض والاسود، او ما يسمى في علم النفس التفكير القطبي. ايش معنى التفكير القطبي؟ هو هذا التفكير اللي يدفع للمثاليه. في المجال النفسي الناس يكونوا يعانيوا من هذا المشكل، خاصه النساء، يوليو يعيشوا المثاليه على البرفكسيونيزم. ايش معناتها؟ معناتها كل حاجه لازم يديروها 100%. هو يتقلق، واحد يتقلق، شتي لي كروح كاين ناس وكان يكون هنا وقاعد معنا واحد عنده البرفكسيونيزم، وكان يكون يهضر هكذا تنقل المحاضره تاعو كاع تروح مقلق على جال هذا معوج. احب لو كان غير طلعوا يعاود يخلص شو سينيا، شكلو سينيا يولي عنده سينيا هكذاك. الله غالب هو عنده مشكل، تلقى في حوايجه في قعداته في الجلسه ديالو هذه فهمتكم. ولذلك الناس اللي يكون عندهم هذا الاضطراب هذا المشكل هذايا مثلا في حياته الزوجيه، اذا كان الراجل نحكي مع الراجل ما نحكيو على المراه، اذا كان الراجل عنده هذا المشكل تلقاه يتعب مسكين على الدار. علاش؟ لانه دقيق الملاحظه، كثير من الامور تقلقوا، شتي لي كومون تقلقوا البلاصه تاع تيمي كومون ماذا به دائما تكون هنا، لو كان يلقينا يبدلون هذه البلاصه يتقلق، علاش تحطوا هنا تيمي كومون؟ وبعد يقدر يداوس ويرجع حضرات فرنسي، بار فرنسي تيمي كومون تتحطم لهنا، وبعد تلقى هذا التيمي كومون هنا، وبعد البليغه هنا، وبعد تغسل سنانك عاود ترجع في البلاصه هنا، وعاود دير في البطاطا، علاش تخليها البطاطا مفتوحه ومغلوقه؟ ويتعب ويدير ويحط له خبز مقسم بالموس، ومن بعد خلاص رانا باريسيين، لا لا مقسم بالما نقدرش ناكل خبز مقسوم باليد. وهو يتعب، والله غالب عليه ويتعب، وهو يتعب من حولها. المرأة كيف كيف، تلقى المرأة الآن في حياتها اليومية تلقاها تتعب، إذا الإنسان ربي عطاه مرأة عندها هذا الأمر تلقاه يقول لك أنا نتعب معها، لكن ماهوش يتعب. لماذا؟ لأنه ماهوش فاهم الشخصية التي عندها. لو كان يبدا يفهم يفهم بلي الله غالب، كاين امور الله غالب عليها، وكاين امور لازم تروح تداوي، وكاين الناس في هذه الحالات يلحقوا حتى الجانب الدوائي، لانه علاش يبداو يعيشوا الشخصيه الوسواسيه ما يقدرش ما تحملش. اش تبدا تشوف هكذا في البلافون تقول تو كحل، هو ابيض تقول تشوف البلافون ديالي راه كحل. ولذلك هذه الناس
كي صار ما فيش مصيبة زعما تكسر رجلها وليس صار هذا الأمر تدخل في حالة اكتئاب. لماذا؟ لأنه تبدأ تحس بلي أنا واللي ثاني لا شوفوا الدنيا ديالي إيش عاملة وهي الحالة نقية، لكن هذا الأمر يخلي لها ضغط وتدخل في حالة اكتئاب. لما نحكوا هذا التفكير القطبي ونعود ندخله في مجال الشرع، ما هو؟ أنه الآن يرجعك باللي أنه أنت لازم يدير يرفدش. ولذلك كاين الناس مثلا زعما الحج يقول لك أنا ما نروحش، علاش ما تروحش؟ يقول لك أنا بغيت نروح الحج خلاص واللي لازم نحبس كلش، ما عنديش هذه نروح الحج ومن بعد نجيب. فتلقى المرأة تقول لك أنا كندير الحجاب خلاص أنا ما كان لا عرس لا لا نزيد نوخر ما ندير والو. فتطلع طلع طلع هذيك تطلع واش يسال واش ما ندير والو، باش الانسان على الخير يخليك شي ما ندير والو ما ندير حتى حاجه. انا كنت نبدا نحفظ القران باذن الله عز وجل غير خلاص ما نوليش كاع ما نهضر ما ندير حتى حاجه ما نلعب بالو ما نضحك ما حتى حاجه نقعد انا بولاتي غير بالقران. علاش؟ يطلع لك هذاك المثاليه تولي المثاليه حتى في عبادتك، وهذا الامر يولد لك ضغط. ولذلك الان حتى الشباب تاعنا الان كي رانا نديروا ان شاء الله عندنا ونسجد باش نديروا في الليل هذه الايام على الشباب تاعنا تاع المخدرات، تلقاه دائما مثلا زعما في المخدرات ومع المخدرات بمجرد ما يتناول المخدرات نغلقوا كاع الباب ما نخرجوش كاع الباب او تناول المخدرات ربي يهديك وربي يشافيك ونعاونك. صحيح لك معايا في المسجد ارواح تصلي خليه يصلي ما تقولش هي هذا لو معنا خليه يجي واش دخلك انت خليه راه داخل المسجد لعل الله عز وجل كما قلت بهذا الصلاة تاعو ربي يزيد يعفو عليه في حاجة أخرى. لكن ما تديروش الوقت اللي بمجرد لازم هذا 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 تساوي هذا، ما كانش هذا قعد كيما راك هذه ما كانش هذا. ولذلك الأم الشيطان دائما يحاول أنه يجعل لك ثقافة الأبيض والأسود، يا تكون ملك يا ما تكون والد يا تكون إبليس. لا لا حنا بشر لازم نعرفوا بلي الإنسان يغلط وبلي أن الإنسان خلق نسيا، وأن كما قال حنظلة مرة حنظلة هذا صحابي حس هذا الشعور حس بلي كيفاش أنايا كي نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم إيماني يكون قوي والحالة من كله كما قال وكأن على رؤوسنا الطير. قال ولما نروح للبيت نعافس الأولاد والنساء يذهب عنا ذلك، حس بالنفاق سماه نفاق دلوا عنوان وهو النفاق. تلقى أبو بكر كان يقول نافق حنظلة، فلما تلقى أبو بكر الصديق قالوا ما لك؟ قالوا نافق حنظلة. قالوا وش بيك؟ قالوا كي يكونوا معنا بصوص الماء وليش نكونوا وكي يجيوا لأولادنا يروح لنا هذاك لا. قالوا إذا أنا قالت نحس هذا الشعور. لما راحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو تدومون كما تقولوا لعندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة. ولو كان تكملوا كيما رانا دوك هكذا ونكملوا كيما رانا نمشي تولي تخبس معاهم الملائكه في الطرق خلاص ما انت تقعد دائما الفوق. لكن الانسان كما قال الله عز وجل لو لم تذنبوا لاذهبتكم واتيت باقوام يذنبون فيستغفرون فاغفر لهم. ولذلك الانسان يغلط وتعاود تقول لي. ولذلك الان ابليس اخطا ولا لا؟ وادم اخطا ولا لا؟ وروا الفرق بيناتهم. أحسنت. الفرق بينتهم بعد المعصية أو بعد الغلطة. إيش الغلطة؟ مش مشكلة في الغلطة، مشكلة مول الغلطة. ولذلك كاين اللي غلطة نزيدوا لها غلطات، ورانا نمشيو ما حبيناش نتسلموا في الغلطات. لكن المشكلة ماشي كي غلطت أنت، المشكلة أنه مول الغلطة. إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لكنا من الخاسرين. خلاص ربي يقبلك. ولذلك الان الانسان لا يجلد نفسه ولا يقعد يجلد في روحه، خاصه شبابنا اللي تابوا جدد ويدخلوا يبدا يعيش صراع بمجرد ما انا منافق ما لا بلا ما لاوش دير يقول له الشيطان شوف اجبد روحك سقم روحك مليح حبس الامور هذو اللي دير فيهم كلش وبعد تخلص ما تلعبش النفاق وبعد تولي عادي انت راك تحس بلي انا ما دخلتش المسجد بعد راني معذور. لا ادخل المسجد قل لي انا بشر وانا نغلط وربي غفور رحيم. انا راني نصلي ربي ما يحاسبنيش على الصلاه يحاسبني على حاجه واحده اخرى. وعلاش يحاسبك على كل شيء؟ كاين عده امور خلاص انا هاد الامور نقدر نديرهم هاد الامور راني غلط فيهم هاد الامور اللي راني غلط فيهم الله عز وجل يعفو ويتوب عليه. سابعا التضخيم والتهويل. التضخيم والتهويل اما يدخل لك الحاله
وإما يهون هذا، فإما يدخل في الحالة فيحدث الشعور باليأس باش يدخلك في اليأس، أو متهوين فيولي عندك اللامبالاة. ولذلك الآن كاين ناس تلقاه أسير المعصية ديالو، تلقاه دار غلطة، هذيك الغلطة ديالو اللي دارها الشيطان محبش كاع ينسيها له، ويقعد دايما يدخلها له، انت فيك وفيك وفيك باش يدخلوا في الوسواس. بعد باش يصرى له يبدا يعيش التدخين، يدخل ويدخل ويدخل، وبعد يعيش مرض نفسي، ولا ربما يبدا يعيش وساوس بسبب تضخيمه لهذا الامر. لذلك هذا التضخيم هو اللي يخلي الناس مثلا يعيش وسواس النظافه، ولا وسواس انواع اخرى من الوساوس. علاش؟ لانه يدخل مثلا يدخل النجاسه، تلقاه بعد يوسف يدور 44 مره وهو يوسف، لانه ذاك التكرار يسبب له الراحه، يخليه عنده واحد الشيخ في راسه اللي لازم ندور يدي 60 مره باش نريح. لماذا؟ لانه الشيطان راه مضخم له هذيك، لانه هذا الوسواس تلقاه مضخم. ولذلك الان ناتي الى المعصيه وتلقى الشيطان يدخمها لك، رغم انه معصيه. كاين ناس يقدر يدير معصيه وحجمها ما هو؟ انك تتوب الله عز وجل، خلاص ربي يغفر، ان الله يغفر الذنوب جميعا، وراه المشكل. فنخاطب هذه الفكره بفكره اخرى، لان الوسوسه دائما من خصائص الوسوسه هي عباره عن مجال فكري. ولذلك قال الشيطان لما قضي الامر، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم. ما انتهى قلك انا ما درت لك والو، انا قلت لك انت تبعت لي، ما كان حتى واحد جا داخل الجامعه جبد له الشيطان بشعره وضربتي عليه بالحجر، ما كان حتى واحد كان قاعد هكذا تاول زعما دار ارمال حبه مخدرات، قال كان كنا التاول يرمي للشيطان هذا عادي، ما كان حتى واحد، ما كانش كاين حاجه انه كاين وساوس هذه الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ولذلك شوفوا الشيطان في الدقيقه الاخرى وش يدير، يجبد روحه دائما يجبد روحه. وهذا الكلام قاله لنا الله عز وجل في القران، واش قداش حيتقال؟ حيتقال في جهنم. تصور بلي يجي واحد يقول لك شوف انا سلف لي الدرهم بصح انا ما عادش نرجع لك، حنا ناكلك ولا ما نتمسخر بك، راك واجد اعطيني الدراهم عندي بابا راه مريض ثبت لي، قول لي لا نمدلو قال لي بلي نتم. ولذلك الشيطان جا قال لنا بلي انايا راح العذاب، وانا يعني قلت لك انت تبعت لي، لكن حنا نعتبروا فيه. ولذلك علينا ان نعرف هذه المداخل. ايضا الشخصان، انه الانسان يولي يسبنج تاع الامور السلبيه، كل حاجه تصرى يحسها باللي عليه، حتى انه الانسان اللي كيف يفتح القران، يولي يحس الايه تاع المنافقين والايه تاع كفار، ولا ان الله يحسن كلهم يحسون عليه، يحس بالعنايه ويهضر عليا القران وانا انسان منافق. وفي علاقته مع البشر يولي حتى الناس كي تكون تتكلم، شتو انا اللي ندير درس، نقدر انا راني ندير درس وانا ما عندي حتى خلفيه في بالي، جيت للدعوه راني ندير درس ودوك راني طالع. ربما كاين الناس الان يحس بلي راني عليه قصدته هو، ويبدا يقول لك ويهضر عليا، يقولوا قالوا له شنو قالوا له انايا بصح انا نسيت ما نعرفوش، بعد قالوا له عليا وبعد قدر يحكمني مع خرج هذا ولا تشوف لي الرواد ولا فهمت. الشاهد لانه عنده الشخصانه، هذا الشخصانه تخليه دائما يبصر به، تلقاه يبصر به. علاش؟ لذلك انا سيقول كنت ضحك عليا شفتك تشوف فيا نتايا شحال من خطره تجوز ما تقوليش السلام انت ما شفتوش، لكن هو هذا الشخصانه يخليك الشيطان دائما تشخص الامر وترجعوا الخطبه تاع الجمعه تحسب اللي هضرها عليك، وبعد كي يقرا على المغرب تقول قرا عليا، وهذا الامر يخليك انت باش تخرج من المسجد وتحس بلي كل الناس اعداء. ايضا واخيرا الالزاميات، ان الانسان يلزم نفسه. هذا الامر في الجانب النفسي، الالزاميات ان الانسان يولي عنده كثره الواجبات. مش معناتها الواجب، معناتها كل حاجه لازم 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 لازم. هذا اللازم هذا يا تلقى الانسان الذي يلزم نفسه الكثير من الامور التي فيها السعه، فيها المرونه، ما تبقاش عنده المرونه. حتى لو كان زعما تلاقاو قال زعما لازم 3:30 وبعد انت تجي له 4:20 تبقى تزعفان. علاش تزعفان؟ تفاهمنا 3:30 بصح طارق 3:30 فهمتني؟
هو يتعب ويتعب أو يتعب غيره. ولذلك الآن من هذا الناحية الشرعية تلقى الوسوسة تاع الشيطان أنه دائما يلزمك حتى في الأمور التطوعية. أمور تطوعية يرجح لك لازم داك دير مثلا في نواف وبعد ما لحقتش ماشي مشكل. لازم نفهمه لما الإنسان يكون عنده العلم ويفهم الرخص، يفهم أنه أنت جيت للمسجد بعد ما لحقتش عندك حاجة تاع الجامعة خلاص أنت ميتك جيت جريت الحق عادي ساكين أدخل سلموا تلقى رحمة. لا لا يعاود يعيد الله ما راح يقولها قلت لك في الدار وما تضربوني تقول لك ربيت خاله طول له ومن بعد يمكن يكبر له خو يرجعها بلي أنا منافق كيفاش أنا ما لحقتش لازم يلحق ولازم يصوم لازم يصوم لازم يلحق. المهم النوافل أي أمر ينسى في النافلة تلقاه يتعب نفسه. ولذلك الإنسان لا هذا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. دين هذا متين وفيه عدة أحكام قل بالأقل لا تحمل نفسك فوق طاقتها. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الوسع هذا شنو الوسع؟ يختلف بينك وبين كل واحد الوسع ديالك. لذلك يجي واحد يشتكي لك مشكل ما تطبقش الوسع ديالك عليه. تجي تحكي له مثلا انا مرته تقول له لحقك شك عايش مع هذه المراه واش تخدم هو قادر هذا تقول له كان لحقك شك عايش مع هذه المراه ولا يجي يقول كان لحقك شك تخدم هذه المراه. لا كل واحد الوسع ديالو كل واحد خاطره كل واحد سعه الصرف ديالو. ولذلك الانسان عليه ان يفهم ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نختم بأنه لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. وشوفوا قدرة الله عز وجل. شياطين ما ربك على الشياطين لها فريق الكبار وشرب وين ونعم مصفدين صفدهم الله عز وجل صفدت. علاش تأخذنا الشياطين باش من الفرصة على رمضان ما نراقبهاش شت رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولله ارتقاء من النار وذلك في كل ليلة وفي ليلة هي خير من الف شهر. هذه الفضائل هذو ما كاع فضائل باش ربي يسهلين نزيدو نديروهم شوف الشياطين الكبار يطردوا زاد ربهم منا ويبقاو الشياطين تحت قدرة الله عز وجل هم على الخير مربوطين. فلذلك الإنسان لما يفكر يقول لك أنا كيف أحمي نفسي من هذا العدو الذي هو يراني وأنا لا أراه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وكيف الآن مخلوق عنده مهمة أنه يدخل لي الوساوس يدخل لي معي جهنم يفرق لي بيني وبين مرتي يدخل لي الحزن يدخل لي القنطرة يدخل لي القلق يدخل لي الغضب. شحال من واحد كيما قرر يقول لي أنا في رمضان قلق أنا في رمضان نضرب أنا نقتل الناس تسبوا الدين ان الشيطان هو اللي ينزغ فيه باش يلحق لهذا النتيجه. لا حول ولا قوه لنا الا بالله. ولذلك يجب الاستعانه بمن؟ بخالقهم الله عز وجل هو الذي يحصنك وهو الذي يحميك وهو الذي. فالانسان حياته ان يكثر من ذكر الله عز وجل وان يذكر الله عز وجل في دخوله البيت. تجي داخل الدار قول السلام عليكم الشيطان ما يدخلوش. لما تجي داخل الدار وانت اول كلمه ديالك واش طيبتي واش هاد الريحه ما تقوليش ما درتيش لا غلط العياط على جنب الماكله على جنب الماكله ولا طيب ولا فنعاودوا من جد تدخل هاوليك الصوره اللي راح يكون وبعد تلقى روحك في البيت ما كانش وبعد كي تجوا ناكلوا الشيطان ياكل من بن هذا الشيطان جاي يروحوا في الدار تلقى روحك ياكل معاك الشيطان يبات معاك يتجمع معاك يلبس معاك يرقد معاك وين هذا خرج له شهاده اقامه عندك في الدار. لذلك لما تلقى روحك انت الامور هذه كامل الاسلام بعد يقول لي نحس روحي ماشي مليح عندي مشاكل في الدار وبعد دائما نعاود نقولوها روح القي لي المارش اللي بحياه لا لا عاود لي الروح اذكار الصباح والمساء الانسان يستعيذ بالله يقول دعاء العيد استعاذه بالله من الشيطان الرجيم ان يتحصن بالله تبارك وتعالى. فلما الانسان يلجا الى الله عز وجل ويكثر من ذكر الله والله سيرى الطمانينه كما قال الله عز وجل.